لله احنا فرحانين اليوم لهاد خويا هاد الانجاز هذا. خويا درنا هاد الانجاز اللي ما كاينتش فرقه في افريق الحمد لله، وان شاء الله اللي ما لا غنفوزوا به ان شاء الله. وديما المغرب. واش كنتي كتوقع انهم يفوزوا؟ كنت كنتوقع خويا احتقان في والد الركراكي وتيقان في المجموعه اللي عندنا الحمد لله. وديما المغرب. اخويا ضربه الجزاء راك عارف ضربه الحد شفناهم اخويا عندنا حرقه وقسما بالله، ولكن تيقنا في بونو قلنا بونو ما غيخيبناش الحمد لله، والشعب كامل كان كيدعي معاه والحمد لله خرجنا كاليفين الحمد لله. حنا من شحال هذه تيقن في المغرب، حنا من شحال هذه والد الركراكي تبارك الله عليه دخل الدراري الاساسيين اللي خاصهم يدخلوا، وعاش الملك وعاش سيدنا. الميطه الاولى ولا الميطه الثانيه؟ واعر بزاف واعر، واللعبه ديالنا خدموا اليوم بزاف ولعبوا وشرفونا وفرحونا. انا ما قدرتش نهضر بالفرحه ولكن راه واحد الاحساس بزاف بزاف. والركراكي شابو ليه. كتوقع انهم يدوزوا؟ انا كنت ديما متوقعه انهم غيدوزوا، ولكن اليوم صدمونا بزاف تبارك الله. وبون كوراج الماتش هاد الجاي ان شاء الله. كيفاش عشتي اللحظات ديال ضربه الجزاء؟ انت كتشوف الفرحه الجزاء على اعصابنا، واحد الاعصاب بزاف وتخلعنا وخايس بزاف الحوايج، ولكن فرحنا. وانتم كتشوفوا الشعب المغربي كيستاهل الفرحه. ملي ضيع بانون شنو السيناريوهات اللي توقعتي انت في ديك اللحظه؟ انا اللي كنت متاكده منه واللي كنت ثايقه فيه اننا غنربحوا، هذا الشيء اللي كنت متاكده منه بزاف. ما تنسوش تابوناو فلاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.